اولا لازم يبقى فيه خضار، جزء من الخضار سواء بقى خيار سواء طماطم سواء جزر ايا كان الخضار ده ايه، بقطعه بشكل لطيف كده شرايح سواء دائريه طوليه، بقطعه بشكل لطيف. في قطاعات بقت دلوقتي موجوده بقطعه على شكل العاب على شكل نجوم، القطاعات دي موجوده، الحاجات دي هتلفت نظره وممكن تخليه حتى لو هو مش بيحب هيدوق دي شكلها عامل كده طعمها ايه. فدي حاجه. حاجه تانية انا بحط برضو اي حاجه فاكهه، اي فاكهه اي فاكهه لازم احط جزء، يبقى هي بتبقى متقسمة، بحط فاكهة بحط خضار بحط ممكن بيضة مسلوقة أقطعها برضو بشكل قطاعات أو أحط لها بعض يعني الإضافات اللي تخلي طعمها مقبول. في كذا طريقة لعمل البيض، حتة جبنة ممكن أعملها ساندويتش لو مش بياكلها ساندويتش ممكن أحطها شريحة كده، يعني أبعد عن الحاجات المصنعة دي بلاش، لا أبعد طبعا. عنها تماما تماما. أولا الوجبة الغذائية لو ما كانتش متكاملة وصحية هتخليه هو مفيش تركيز، هتأثر على التركيز والانتباه، هتأثر فيما بعد على الصحة النفسية. ما هو دلوقتي بقى فيه مشروبات الطاقة والحاجات اللي كلها سكريات، كل العصائر والمشروبات الغازية والعصائر كلها بأنواعها كلها محليات وسكريات. أنا كنت لسه عايزة أقولك كده، مثلا بابا راح السوبر ماركت ولا حاجة أول الأسبوع بيروح جايب باكت بتاعت العصير ويقولك عشان تقعد إيه الأسبوع كله معاه، ما نقولش هم إن إحنا ننزل ونعمل. فالعصائر دي اللي هي زي ما بتقولي كده فيها مواد حافظة سكر ومحليات سكريات بدرجة عالية جدا. طيب أنا دلوقتي لما أديله كمية سكر، لا ده فيه الأصعب من كده، ده فيه يعني ما بينزلوا يجيبوا حاجة اللانش بوكس بنجيب كل حاجة مغلفة اللي هي بقى الحلويات والحاجات السناكس والحاجات كلها بتبقى يعني اللانش بوكس كله بيبقى عبارة عن بسكوتات وحلويات وحاجات مصنعة، ما فيش حاجة خالص طبيعية. فهو بيبقى الصبح التغذية بتاعته غير صحية المرة. طيب انا يعني هركز ازاي؟ مفيش تركيز وانتباه، مش هيبقى عندي تركيز وانتباه، مش هيبقى عندي طاقه اكمل بقيه اليوم، لانه دي سكريات بترتفع في الدم فبتخلي الـ 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 النشاط يزيد. وطبعا النشاط يزيد دي احنا بنعاني منها دلوقتي مع اولادنا، في اولاد كتير بقى عندها نشاط زايد وفرط حركه بسبب القصه دي التغذيه. فالموضوع محتاج ان انا اعمل عليه كنترول.